رب الملائكة والروح. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت صلاة العشاء وصلاة التراويح من هنا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والدعاء وصالح الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء المشاركين في هذا النقل من المكبرية، ضيف مغربي، وهندسة الصوت حسني دومان وبندر خالد، ومشرف الفترة سعيد الغامدي، ومشرف البث إبراهيم الصهيل، ومن الإخراج فيصل الشهراني، ومن الإشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي. وهذه تحيات محدثكم عبد الله أمين فلاتة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga ibadah kita sepanjang bulan mulia ini diterima Ilahi. Teruskan setia bersama kami dengan paparan program-program menarik sepanjang Ramadan. Setulus hati di TV1, mewarnaimu.